أهلين لمعي. أخذت ست مريم، أخذت مراد وراحت. إيه بعرف، حكاني كريم. أخذت ابني معه. أخي لا تقهر حالك. اتصل المعلم سرور من المطعم. إيه قال لي شفته قبل ما اجي لهم. يلا فوت غسل وشك. يلا فايت. ما عم ترد على موبايلها، مسكرته. سكرته بعد ما دقينا له. على شو ناوي هالمره؟ انا ما عدت فهمت شيء. اكيد راحت له، بتكون هلا معه. من قلة عقل هالمره، شو طنتها؟ ما فكرت لا ببيتها ولا بابنها. حتى وراء البنك أخذتهم معها. ها تعا أخي تعال. فوت لجوا. مساوي لك كاسة شاي؟ لا أنا عم ساوي زهورات ليك على النار، بتهدي له أعصابه. اسمعي ست ميسر، عيب اللي عملتيه. تقلنا خلينا نتفاهم. ليكي إذا ما اتصلتي فينا فورا رح نخبر الشرطة. شوفي فاطمة، شو رأيك لو نتصل بالبنك ونجمد الحساب تبعكم؟ مو وقت المصاري. فهمي علي، إذا لقيت حالة ما معها مصاري بترجع على البيت، رح تضطر لأنها رح تلاقي حالة مفلسة. بس الحساب مو باسمنا نحن، باسمها هي. بلكي إذا شرحنا لهم الوضع يقدروا يعملوا شي ويجمدوه. يا ميسر، معقولة يطلع مني كل هاد؟ هلأ بس تفتح الموبايل رح تسمع رسالتك ويجوز فوراً ترجع على البيت. شراب أخي. طمن لمعي، صدقني رح نلاقيهم. رح يقول بابا لزلمة تاني غيري. حبيبي أكيد رح يرجعوا. أنت أبوه لمراد لمعي. لك أنت اللي ربيته، أنت اعتنيت فيه وأنت اللي كبرته. فكرك رح يعترف بأب غيرك؟ لا ما بظن. لا تخاف أبداً من هالناحية. ليك أخدته وراحت، أخدته وبدون ما تقول. أخي لا تعمل هيك بحالك. يلا أخي اشرب.
بردان حبيبي. يلا هلأ راجع. كنت عرفاني هالشي، هالحرمة مستحيل تتركنا نتهنى. كيف هلأ؟ تركته بالصالون. قلي ليش عم توعده لأخي؟ كيف توعده ترجع له ابنه؟ لأني رح رجعه. ما رح تقدر ترجع مراد. هذا اللي كنا خايفين منه، إنه تبتزنا بمراد. يعني بدكم نضل قاعدين وحاطين إيدنا على خدنا ويضل معي هيك عم يبكي طول الوقت؟ الله يعينه، نحن بس مو هيك قصدنا. أي فهمان عليكم، بعتذر. يا ريت لو ما كنا سمعناها من أصله، ما كان صار اللي صار هلأ. هي كانت أخذة قرارا من قبل، وشو ما ساوينا ما كنا رح نقدر نمنعها إنها تروح. بس لو ما واجهتها بالحقيقة. نحن عم نضيع وقتنا بالقعدة هون، صرنا منعرف عنوانه للزلمة. ليكو مكتوب هون اسمه صالح. بردان حبيبي، يلا هلأ راجع. كنت عرفاني هالشي، هالحرمة مستحيل تتركنا نتهنى. كيف هلأ؟ تركته بالصالون. قلي ليش عم توعده لأخي؟ كيف توعده ترجع له ابنه؟ لأني رح رجعه. ما رح تقدر ترجع مراد. هذا اللي كنا خايفين منه، إنه تبتزنا بمراد. يعني بدكم نضل قاعدين وحاطين ايدنا على خدنا ويضل معي هيك عم يبكي طول الوقت؟ الله يعينه، نحن بس مو هيك قصدنا. اي فهمان عليكم، بعتذر. يا ريت لو ما كنا سمعناها من اصله، ما كان صار اللي صار هلا. هي كانت اخذه قرارا من قبل، وشو ما ساوينا ما كنا رح نقدر نمنعها انها تروح. بس لو ما واجهتها بالحقيقه. نحن عم نضيع وقتنا بالقعده هون، صرنا منعرف عنوانه للزلمة. ليكو مكتوب هون اسمه صالح. في احتمال كبير انه ميسر تكون رايحة لعنده، شو رأيكم؟ انا هلا رايح لعنده. انا جاي معك. قومي لك. يلا ان شاء الله اخي يكون نايم وما يحس علينا ونحن طالعين. ميسر رجعوا. ميسر. مرحبا سيد لمعي. يا أهلين. كيفكن؟ الست مريم طلبت مني الشتلات مشان تزرعهم بالجنينة. أهلا وسهلا. عفوا كيفك؟ تفضلي بيان خانو. لا والله مستعجلة، تعي شوفي الشتلات. وين حطون لهدول؟ استنى لحظة هلأ بيجيب لك وين تحطون. روح اسبقني عجنينة، جاي وراك. لمعي اهدى. اهدى. شوفي. ولا شي. انتو كيفكم؟ نشكر الله. الست ميسر مو هون؟ لا، سافرت عالضيعة، اخذت مراد معها، حدا من قرايبينها مرضان. اخذت ابني وما رح ترجعه. اخذت لي ابني، ما رح ترجعه، ما رح ترجعه. اخذت لي ابني. هاتي ما بصير هيك. عم يعمل لك هاتي. خلص سمعي. ما رح ترجع لي ابني. خلص يا بدي ابني. يا اخي مشان الله تهدى. هذا ابني يا حبيبي. اكيد ابنك. بس اخذته مني. اهدى رح يرجع. ابني. بدي ابني. لا تقهر حالك، رح نلاقيه روح حياتك. رجعوا لي ابني. لازم نلاقيهم. رح لاقيهم. سمعتوا؟ طالعين ندور عليهم وراح ارجع لك اياهم.